دكتور، كثير من المسلمين يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله أغثنا، أو أغثنا يا رسول الله. والبعض من الناس من يحكم عليهم بالشرك لمجرد أنهم قالوا: أغثنا يا رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى هو المغيث. فيظهر لنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى شيئا من المخلوقات وهو المطر سماه مغيثا. هو هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن النبي أطلق تسمية المغيث على المطر، فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. هو لما سماه مغيث؟ أليس أغاث العبادة من الشدة؟ فإذا هو مغيث. إن كان المطر يجوز إطلاق المغيث عليه لأنه بمشيئة الله يغيث العباد من الشدة، فمن باب أولى أن يغيث الأنبياء والأولياء كذلك العباد من الشدة في الحالة النازلة بهم، بتوجه هؤلاء الأنبياء إلى الله بالدعاء إلى أن يغيث هؤلاء الناس الذين توسلوا بهذا النبي أن يغيثهم من الشدة والضيق الذي هم فيه. وهو الأمر أخي الكريم يعني يرجع إلى معنى الاستغاثة. الاستغاثة يقول علماء اللغة هي طلب الغوث عند الضيق، هذا ليس معناه عبادة. يعني هو الخلط الذي يحصل عند بعض الناس والجهل بلغة العرب والبعد عن القرآن والبعد عن ما عليه الصحابة وما عليه الأئمة الأربعة من فهم الآيات فهما صحيحا وإرجاعها إلى أهلها حتى يبينوها للناس، أن الناس تخلط فتسمي الاستغاثة والاستعانة عبادة، والاستعانة والاستغاثة شيء والعبادة شيء آخر. يعني علماء اللغة، لا يوجد عالم لغوي ولا مفسر للقرآن مشهور عرف الاستغاثة بأنها العبادة ولا الاستعانة بأنها العبادة، كلهم عرفوا أن العبادة هي نهاية التذلل، أقصى غاية الخشوع والخضوع، هكذا قال يعني الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن، هكذا قال تاج الدين تقي الدين السبكي، هكذا قال أيضا الزهري، هكذا قال الزجاج وغيرهم من اللغويين ومن المفسرين. العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، أما الاستغاثة طلب الغوث عند الضيق. أنت إذا نزلت بك ضائقة تطلب الغوث من أخيك المسلم. ألا يوجد بلاد إسلامية تطلب الغوث من بلاد أخرى بسبب ما يحصل لهم من المجاعة؟ في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصلت مجاعة، انقطع المطر 9 أشهر عن المدينة حتى صارت الوحوش تأوي إلى الإنس، وسمي عام الرمادة هذا العام من كثرة ما أصاب الناس قحط، وحتى سيدنا عمر بقي 6 أشهر يأكل الزيت والخبز ولم يأكل غيرهم، قال حتى يحيى الناس. ماذا فعل سيدنا عمر عند ذلك؟ حصلت قصة في زمانه أن واحد من الصحابة يقال له بلال بن الحارث المزني ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله ألهمه ذهب إلى قبر النبي، وهذا الحديث يرويه البيهقي وكذلك ابن حجر يرويه عن البيهقي بكتاب صلاة الاستسقاء بالفتح، وكذلك ابن كثير يرويه في البداية والنهاية. هذا الرجل الصحابي ذهب إلى قبر سيدنا محمد، وقف عند القبر، قال: السلام عليك يا رسول الله، استسق الله لأمتك فإنهم هلكوا. فهذا الرجل ذهب إلى بيته، ففي تلك الليلة رأى رسول الله في المنام، فقال له رسول الله: أقرئ عمر السلام، ارسل السلام لعمر وقل له إنكم تسقون فعليك بالكيس الكيس، يعني اجتهد في أمر الأمة. فذهب هذا الصحابي وقال لأمير المؤمنين ما رأى في المنام، فسيدنا عمر ما قال له: أنت كيف تذهب تطلب الغوث من رسول الله بعد موته، أنت عبدت. ما قال له سيدنا عمر هكذا، بل قال له: يا بلال، متى رأيت هذا؟ قال له: البارحة. خرج على الناس بيده بلال وقال لهم: أنشدكم الله، هل لا رأيتم مني شيئا تكرهونه؟ قالوا: لا، لم نرى شيئا. قال: إن بلال يزعم كيت وكيت. فقالوا: يا أمير المؤمنين، أما هذا فقد صدق، فإن السؤال سألوا وقطعوا السؤال، وإن الناس في هم وضيق، فادعوا الله أن ينزل المطر علينا. فأخذ سيدنا عمر العباس وتوجه به وأخذ الناس وقال: اللهم إن القوم، يعني اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وقدم العباس ليطلب المطر من الله. هنا
عمر أرسل إلى أبي موسى الأشعري وكان في البصرة، وإلى عمرو بن العاص وكان والي على مصر، ماذا كتب لهم عمر؟ يا غوثاه لأمة محمد، يا غوثاه لأمة محمد. فأرسل كل واحد منهم ميرة كبيرة من القمح محملة بسائر الإطعامات إلى المدينة إنقاذا من الشدة التي كانوا فيها، وأنزل الله المطر ونبت الزرع وأكلت البهائم حتى تفتقت ثم سمي بعام الفتق. طيب عمر الخطاب لو كان هذا الفعل عبادة ما يفهم هو بلغة العرب، يعرف، كان نهاه لبلال بن الحارث، وكان أيضا هو ما قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا، وما قال سيدنا العباس لما قدمه عمر اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكان من نبيك. فإذا هذه الاستعانة والاستغاثة جائزة، أنت تطلب من المخلوق بالشيء الذي يقدر عليه، أما لا تطلب منه الشيء الذي لا يقدر عليه. الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله لا تطلبه إلا من الله. يعني من هنا نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى وإياك نستعين، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، هو هذا معناه، نحن نستعين بالله بالشيء الخاص، الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله. يعني نطلب من الله لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، هنا تقدم المفعول من هذا، من مما يفيد الحصر أن يتقدم المفعول. إياك تقدم، إياك نستعين تقدم على نستعين، فالمفعول تقدم على الفعل، فهذا مما يفيد الحصر. فمعناه يا ربي لا نطلب خلق العون إلا منك، إياك نستعين أي يا ربي نحن نطلب خلق العون منك، ولكن إن قلت لإنسان مثلك أعني على كذا، ليس معناه تطلب منه خلق العون، إنما تطلب منه أن يكون سببا لك. ولذلك ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فإذا كان الاستعانة بالصبر والصلاة وهو من خلق، وهما من خلق الله جائز، فكيف بسيدنا محمد الذي هو أفضل من 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 الصلاة، لأنه هو أفضل الخلق. والرسول يقول في الحديث الذي رواه مسلم صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا نحن نستعين في ببعضنا البعض بما نقدر عليه، كل منا يكون سببا في عون الآخر، هذا المعنى. ولا نطلب من بعضنا شيئا هو خاص بالله لا يجوز أن يطلب إلا من الله، وهو خلق الاستعانة كما قال رب العزة إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة لها معاني أخي الكريم على حسب موضعها. يعني حتى في صحيح الإمام مسلم رجل من الصحابة كان قدم للنبي خدمة، والنبي من كرم أخلاقه يحب أن يكافئ من قدم له خدمة في الدنيا، فقال له يا ربيعة سلني، يعني أنت ذكرت الآن حديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا الحديث ليس معناه أنك لا يجوز أن تسأل غير الله، لأن الرسول ما قال لا تسأل غير الله، ما قال، قال إذا سألت معناه الأفضل، وإذا استعنت معناه الأفضل، يعني الأفضل أن تسأل الله وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ولكن إذا استعنت بغير الله تكفر. يعني كان أحد خلفاء بني أمية موجود في مكة، وكان يوجد فيها سالم بالمدينة بمكة في بيت الله الحرام، وكان فيها سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو من العلماء ومن الأولياء. فقال له هذا الخليفة وأظنه هشام بن عبد الملك، قال له يا سالم سلني، ما قال له أنت كفرت يا أمير المؤمنين، كيف تقول لي سلني، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى. ولكن قال له يا أمير المؤمنين أستحي أن أسأل الله، أن أسأل غير الله وأنا في بيته. يعني انظر إلى 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 كيف سالم شدة التوكل على الله سبحانه وتعالى، قال له أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيته. فلما خرج من بيت الله الحرام ماذا قال له هشام؟ قال له الآن سلني. فقال له من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ فقال له بل من أمر الدنيا. فقال له ما سألت الدنيا لمن يملكها، أسألها لمن لا يملكها. يعني أنت لا تملك الدنيا، أنا ما سألتها، ما طلبتها من الله وهو مالكها، فأطلبها ممن لا يملكها. لكن الشاهد أنه ما قال له أنت كفرت لأنك قلت لي سلني، وهو عربي وهذا عربي. صحيح.